تتجدد والانطلاق دائما يستمر في عاصمة ميادين سباقات الهجن. ينطلق بحفظنا من الله وتوفيقه شوط الختام، وختامها مسك بإذن الله في هذا الميدان عاصمة ميادين سباقات الهجن. يسير شوطنا 13 وهو يعتبر شوط الختام، والذي حمل في طياته وكشوفاته الأبكار المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشتركين في هذا الشوط، ونسير مباشرة مع المركز الأول. هناك المركز الأول شواهين سعد بن مسعود بن علي المري، متصدرا منذ البداية ومتقدما بهذا الشعار الجميل على صدارة هذا الشوط وعلى رأس حربة هذا السيل الجارب. بينما المركز الثاني وثاني المراكز في هذه اللحظات مها عبيد بالحلوس بن ذيبان العامري، بينما المركز الثالث مع الضبي سعيد بن حمد بن مبارك الواصل في هذه اللحظات. الضبي الواصل بثالث المراكز سعيد بن حمد بن مبارك الخيلي، بينما المركز الرابع وصلت في أشغال أو اشتعال سهيل بن محمد بن حمادي العفاري بالمركز الرابع، بينما المركز الخامس هناك من الجانب الآخر والوصول من الزاوية الصعبة في مسار انطلاقات هذا الشوط مشاقبة علي بن محمد بن عبد الله العطية، وصل في هذه اللحظات بقيادة محمد بن جابر بن جار الله النابت المري في عملية التضمير والتدريب، يصل في هذا التحدي الجميل. بينما المركز السادس تحركت في هذه اللحظات طيف فواز بن مشرف بن ضيدان الجبرين الشمري، يصل على المركز الخامس. بينما سادس المراكز هناك الوصول مع انطلاقة هذا التحدي الجميل ومع ملقوثة مسلم بن رملي بن محمد العامري، بينما سابع المراكز وصلت دوشة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، والمركز الثامن في هذا التحدي مع سمح مبارك بن رقش بن طبازة العامري، وثامنا الوصول من الضبي سعيد بن حمد بن مبارك الخيلي، وعاشر المراكز وصل شعار بن فلاج في هذه اللحظات شتات صقر بن عوض بن فلاج الاكتبي. إذن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة هذا الشوط، العودة إلى الأداء الجميل وإلى الرقص الممتاز مع شواهين، مع شواهين سعد بن مسعود بن علي المري متصدرا على رأس حربة هذا الشوط. يأتي بمقدمة هذا المسار الجميل والمركز الأول، بينما ثاني المراكز اشتعال سهيل بن محمد بن حمادي العفاري بالمركز الثاني، يقدم لنا هذا الأداء الجميل وهذا التحدي الملحوظ والرائع والجميل. بينما المركز الثالث هناك من الجانب الآخر مشاقبة على المركز الثالث عبد علي بن محمد بن عبد الله العطية مع المضمر محمد بن جابر بن جار الله النابت المري يتواصل، أو هناك أيضا مع المركز الرابع وصلت ملقوثة مسلم بن رملي بن محمد العامري، يصل في هذه اللحظات هذا الشعار الجميل، هذا الأداء الممتاز على المركز الرابع. بينما المركز الخامس طيف واسمها يتكون من ثلاثة حروف تأتي في هذه اللحظات وتتقدم مع فواز بن مشرف بن ضيدان الجبرين الشمري بالمركز الخامس في هذه اللحظات، بينما المركز السادس دوشة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، والمركز
السادس في هذه اللحظات تنطلق في سمحة بن رغش بن طبازة العامري، وسابعا الوصول مع أداء مها والواصلة مها في هذه اللحظات عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، والوصول أيضا والتحدي على ثامن المراكز من الضبي سعيد بن حمد بن مبارك الخيلي، وتاسع المراكز مع انطلاقتي وتحدياتي هذا المسار مع شتات صقر بن عوض بن فلاج الاكتبي، وعاشر المراكز وصلت فيه وتحركت هناك الغزيل محمد بن غانم بن حمودة الظاهري. إذن العودة إلى المركز، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول في هذه اللحظات، إلى هذه اللحظات الرائعة مع انطلاقتي وتحدياتي هذا الأداء الجميل، ومع شواهين طائرة، مجموعة من الشواهين وليست بشاهنية واحدة، فهنا المركز الأول هي شواهين نعم سعد بن مسعود بن علي المري، بينما المركز الثاني مع مشاقبة علي بن محمد بن عبد الله العطية، وثالث المراكز اشتعال سهيل بن محمد بن حمادي العباري، رابعا شعار بن رملي يتواجد مع مسلم بن رملي بن محمد العامري، والسمحة ملقوثة وصلت على المركز الرابع في هذه اللحظات مع هذا التحدي الجميل ومع هذا الحضور الرائع من الشعارات الجميلة. وشوط الختام، شوط الختام ينتظر، ينتظر الفائزين في هذه الصباحية المميزة وفي هذه المسافة الماراثونية 8 كيلومترات هي مسافتنا في هذا السباق مع هذا التحدي الجميل، ولكن العودة، ولكن العودة إلى المركز الأول، إلى التغيير الذي طرى وجرى على المركز الأول. بدأت التغييرات، بدأت المشاركة، بدأت التسللات، مركز تلوى مركز وهي مشاقبة غيرت على المركز الأول، علي بن محمد بن عبد الله العطية يتواجد في عملية التضمير، محمد بن جابر بن جار الله النابت المري متواجدا مترصدا لهذا الشوط، يبقي هنا يقتحم المراكز الأول، وبالفعل اقتحم المركز الأول وراح مع الصدارة ليقدم لنا هذه العروض الجميلة مع جسر العبور الذي دائما تبدأ فيها التغييرات، تبدأ فيها التكتيكات من المضمرين والمتابعين لهذه الشعارات الجميلة، هذه الشعارات المشاركة والتي أتت من جميع دول مجلس التعاون للمشاركة في هذا الميدان وفي هذا الصرح التراثي الكبير. أيضا هي مشاقبة على المركز الأول، مشاقبة على الصدارة بقيادة علي بن محمد بن عبد الله العطية المالك لهذا الشعار، المالك لهذه الذلول، والمشاقبة اللي بدأت بالمشاقبة، بدأت تشاقب وتتعب المتابعين في هذا المسار الجميل، ولكن المركز الثاني هي شواهين، شواهين على المركز الثاني بدأت بالترصد، بدأت بهذا الانطلاق الجميل لتأتي بشعار سعد بن مسعود بن علي المري متابعا مراقبا لمساري شوط ختام، بينما المركز الثالث اشتعال سهيل بن محمد بن حمادي العفاري وصل على المركز الثالث، ورابعا بدر رميثي، بدأ الرميثي في هذه اللحظات ينطلق مع دوش سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، والمركز الخامس الضبي سعيد بن حمد بن مبارك الخيلي. بدينا بالمنعطف الأخير، بدينا بالمنعطف الأخير يا متابعين، يا مراقبين، يا مضمرين، يا مسيرين، بدينا واربطوا الأحزمة مع اقترابنا للكيلو المتر الأخير الذي يبدأ به الطيران، يبدأ طيراننا نحو الفوز ونحو المغصورة الرئيسية وإلى برج خط النهاية. هناك المراقب للأحداث الجارية في هذا المسار. الله 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 الله
على مشاقبة، على أداء مشاقبة التي تقود المتابعين بكل أريحية، بكل أريحية على المركز الأول لتأتي مع صدارة هذا الشوط. علي بن محمد بن عبد الله العطية، ولكن بدأ الرميثي يبدل المراكز، مركز تلو مركز لينطلق بالمركز الثاني لياتي مع دوشة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. وثالثا هناك الواصل شواهين سعد بن مسعود بن علي المري. بدأ الرميثي بالمركز الأول، ولكن سعد بن مسعود المري يبغي المركز الأول، يبغي يستعيد المركز الأول، ولكن الأبطال بدوا بالانطلاق، بدوا بالحركة، بدوا بالمشاركة الجميلة، ولكن الرميثي يطير مع المركز الأول، يروح مع انطلاقة دوشة اللي بالمركز الأول سعيد بن مطر بن محمد الرميثي إلى السمحة الطيران، إلى الانطلاق الأخير، إلى الحركة الأخيرة. ما شاء الله، من بعد 8 كيلومترات تنهي هذه النهاية المميزة لتنفرد عن بقية المتابعين، لتنفرد عن بقية المشاركين. تهانينا لأهالي السمحة على هذا الإنجاز الجميل مع دوش سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. بينما المركز الثاني وصلت هناك شواهين سعد بن مسعود بن علي المري، ثالث المراكز وصلت في اشتعال سهيل بن محمد بن حماد العفاري، رابع المراكز هناك مع انطلاقة الظبي نواف بن سالم بن عبيض العتيبي، وخامس المراكز عبير علي بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. هذه نتيجة شوط الختام وانطلاقات هذه الانطلاقات الجميلة التي تأتي من عاصمة الميادين. ها هي انطلاقة دوشة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي محققا هذا الانتصار والفوز الجميل بتوقيت مقدار 12 دقيقة 44 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الإنجاز والفوز المحقق والتوقيت الجميل. بينما المركز الثاني شواهين مع سعيد بن مسعود بن علي المري، من وصلت بالمركز الثاني 12 دقيقة 53 ثانية وفاء وتماما وكمال. بينما المركز الثالث من وصلتنا في انطلاقة اشتعال سهيل بن محمد بن حمادي العفاري محققة توقيت مقدار 12 دقيقة 55 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.